الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. دايماً كده بيقولوا ده قلبه مكسور، وده بعد تعرض الشخص ده لحاجة كبيرة تضايقه أو يحصل له كارثة في حياته تغيرها للأسوأ، زي اللي سمعناه مؤخراً عن حادث مؤلم جداً لأب فارق الحياة بمجرد ما سمع خبر موت ابنه في حادث انقلاب عربية ملاكي في سوهاج. الحادث أثار جدل كبير على السوشيال ميديا، وبدأت ناس كتير تسأل هو الحزن ممكن يموت فعلا؟ وهل فعلا ممكن شخص يفقد حياته لو سمع خبر وحش؟ والمفاجأة الصادمة إن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق خرج ورد على كل الأسئلة دي وأكد إن الأب توفى نتيجة متلازمة القلب المكسور. ومن خلال تغطيتنا الجاية هنتكلم عن أعراض متلازمة القلب المكسور، وكمان هنكشف عن أسباب وتفاصيل كتير عنها، فتابعونا. في البداية كده خلونا نبدأ تغطيتنا بكلام الدكتور جمال شعبان عن الحادثة واللي أثار جدل كبير على السوشيال ميديا. جمال شعبان كتب من خلال حسابه على فيسبوك: مات الابن في حادث ومات الأب من الزعل، الله يرحم الاثنين، الزعل بيموت، الزعل بيكسر القلب. متلازمة القلب المكسور هي حالة قلبية مؤقتة بتحصل غالباً بسبب المواقف العصيبة والمشاعر الشديدة، كمان ممكن إنها تحصل نفس الحالة بسبب مرض جسدي خطير أو جراحة. الأشخاص المصابين بمتلازمة القلب المكسور بيعانوا من ألم مفاجئ في الصدر، وأحياناً بيعتقدوا إنهم بيعانوا من نوبة قلبية. بتأثر متلازمة القلب المكسور على جزء من القلب، وكمان بتعطل مؤقتا وظيفة ضخ القلب المعتادة، ووقتها بيستمر باقي القلب في العمل بشكل صحيح. أما بقى بخصوص أعراض المتلازمة دي، فهي ألم في الصدر شديد وضيق في التنفس، وعشان كده لازم ناخد العلامات دي على محمل الجد والاتصال برقم الطوارئ إذا كنت بتعاني منها. الغريب بقى إن مفيش سبب دقيق لمتلازمة القلب المنكسر، وفي اعتقاد إن زيادة هرمونات التوتر زي الأدرينالين وده بيضر بقلوب بعض الأشخاص. غالباً ما يسبق متلازمة القلب المنكسر حدث جسدي أو عاطفي شديد. على سبيل المثال، ممكن أن يؤدي المرض الحاد أو الجراحة الكبرى أو كسر العظام لمتلازمة القلب المكسور، أو موت الأقارب أو خسارة الأموال بشكل كارثي. كمان نادراً ما يؤدي استخدام بعض الأدوية للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر. وفي تفاصيل تانية عن متلازمة القلب المكسور، منها أنها بتصيب النساء أكتر من الرجالة، كمان معظم اللي بيصابوا فوق 50 سنة. كمان الأشخاص اللي بيصابوا القلق والاكتئاب أكتر عرضة للإصابة بالقلب المنكسر. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.